السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعي مؤسسة النظام الطاقي. أهلا بكم في حلقة جديدة من أهم حلقات النظام الطاقي على اليوتيوب. أهلا بكم، معكم سواح. الحلقة دي عن بوابة طاقية تحول وتغير كل الموازين، بوابة طاقية تحول الفقير إلى غني والغني إلى فقير. اعتبر ان انا هاخد منك كام دقيقة، اسمع الحلقة كاملة وافهم، عشان انت هتوفر على نفسك وقت كبير جدا جدا، بعد كده هتوفر حاجات كتير صدقني يا صديقي، واسمع للآخر ونشوف. بالامس كان في اللي هو تاريخ 10 اكتوبر، ناس كتير سألت على تأمل البوابة الطاقية اللي هي 10-10، وفي كل تاريخ مميز ممكن تلاقي مئات من المنشورات والفيديوهات عن البوابة الطاقية لتاريخ كذا وكذا وكذا. خليني في البداية أقول لك إنه الفكرة بتقع هنا تحت ظن معين وأنا هوضحه لك، لكن خليني أرحب بالجميع. ولو أنت جديد معانا وتسمعني لأول مرة، سجل اشتراكك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد بننشره. الفكرة يا صديقي إن في حاجات كتير قوي وقعت تحت بند ظن الجمعي، وظن الجمعي اتكلمنا في أكتر من حلقة هنا في النظام الطاقي إنه بيخلق الواقع ده. يعني لو أنت في ظن جمعي عند مجموعة كبيرة من الناس أو عند معظم الناس إنه بيحصل كذا كذا، يبقى هيحصل كذا كذا، كل متوقع آت. لكن في فكرة البوابة الطاقية اللي بتكون مربوطة بتاريخ معين، أحب أقول لك أولا إن التقويم اللي إحنا ماشيين بيه هو تقويم خاطئ، تقويم غير صحيح. التقويم اللي إحنا ماشيين بيه هو التقويم اللي هو التقويم الميلادي، يعني اللي كله بيركز عليه عشان البوابة الطاقية، هو مرتبط بميلاد عيسى عليه السلام. واصلا احنا التقويم ده خاطئ تماما، ولو اتكلمنا في دلائل خطأ هذا التقويم فهي كثيرة، لكن هكتفي بحاجة واحدة جدا 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 وبسيطة جدا من القرآن الكريم. يعني زي ما قلنا التقويم ده بدأ بميلاد عيسى، فاحنا زي ما احنا عارفين ان التقويم او بداية السنة دائما بتكون في الشتاء، يناير يعني شتاء. وعشان تعرف ان هو خطأ وباطل، خليني زي ما قلت أوضح لك توضيح بسيط من القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يعني لما جاء عيسى عليه السلام يتولد، سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يعني، لكن كان في الصيف، الرطب الجني في الصيف، لكن احنا بداية الميلاد عندنا وبداية التقويم عندنا شتاء. دي حاجة بسيطة ممكن انك انت تبحث فيها، ولو بحثت، عشان الحلقة دي مش مخصصة لدلائل خطأ التقويم، لكن انت لو بحثت على خطأ التقويم هتفاجأ بمئات من الأدلة والأبحاث والتوضيحات اللي بتقولك ان التقويم بتاعنا ده اصلا خطأ. يعني مثلا انك انت تكون ماشي بتاريخ تقول ان النهارده 10-10 بوابة طاقية، هو اصلا انت مين قالك ان انت النهارده التقويم ده صحيح ولا الوضع ده صحيح؟ ممكن تكون انت فاكره 10 اكتوبر وانت اصلا مفروض في سبتمبر، في ديسمبر، في يناير، محدش، التقويم كله خطأ يعني. طيب انا ليه بقول لك كده، وايه هي البوابة الطاقية اللي انا عايز اتكلم فيها؟ انا هقول لك زي ما اتكلمنا فكرة الظن، انه في امور كتير جدا بتكون واقع على الظن الجمعي. فخليني اقول لك ان في احداث في العالم بفعل الانسان بيتم اختيار تاريخ معين بيولد طاقه معينه بالنسبه لهم او بالنسبه للمتحكم الاعظم زي الماسونيين. طيب ده بيكون مرسوم او محدد بناء على فكره الظن الجمعي اللي انا قلت لك عليها. فلما يجي حدث تاريخي واقعي في الارض بتاريخ معين، تبقى عارف انه اوكي ممكن نعترف بيه، ممكن ان هو يحدث لانه في ناس وراه بتتحكم فيه، في ناس اصلا يكون في التاريخ ده والتاريخ ده بيكون مقرر، يعني بشر هم اللي بيحددوه. لكن فكرة انه يكون في طاقة معينة او تغيير فلكي معين في التاريخ ده عشان انه هو مميز، هذه فكرة خاطئة وباطلة وغير صحيحة بالكامل. فنصيحة ليك انت، لما باخد منك الكندية دول هوفر عليك دقايق كتير قوي، وكمل الحلقة الاخر عشان لسه فيه تفاصيل، هوفر عليك دقايق كتير قوي وبل ساعات من التأمل في تواريخ معينة، لان الموضوع اشبه بالظبط لزمان لما كان
في مصر موضوع الجمعيات، يعني يقول لك ده الجمعية فيها فراخ، ده الجمعية فيها جبنة وهكذا. فكان بيمشي حد يجري كده يقول للموظفين الفراخ جات الجمعية والناس تجري كلها للجمعية. نفس الأمر الآن يا صديقي، تلاقي حد بيجري يقول تأمل 10 10، فتلاقي مئات من المنشورات، مئات من الحلقات، ومئات من الفتاوى والرغي للمدعين اللي هم فاكرين نفسهم علماء طاقة وعلماء كذا ومش عارف متخصصين إيه، وكل ده وهم في الفاضي، مفيش حاجة حقيقية تماما، يعني كل شيء وهم في الأول وفي الآخر. طيب يعني معنى كده إيه؟ معنى كده إنك أنت لما تلاقي حد يقول لك البوابة التقية ليوم مش عارف كذا كذا، والله العظيم يا صديقي أمانة لازم أقولها لك عشان أبقى بريء أمام الله، كل ده مش حقيقي وكل ده وهم، وبتضيع نفسك وبتضيع وقتك على الفاضي. اللي حصل انه الناس بتبقى واخده انه بوابه تقيه 10 10 سواح، انت ليه ما عملتناش تامل؟ ده شيء خطير جدا، ده ممكن اكتسب عن طريق البوابه التقيه دي طاقه كذا وطاقه كذا والوفره والغنى والى اخره. طيب كم مليون شخص على مدار السنين اللي فاتت لما حصل بقت في فتي كتير ورغي كتير في المواضيع دي، حياته اتغيرت في بوابه تقيه، حياته اتغيرت في تاريخ معين؟ مفيش، لا يوجد، المحصله صفر. ولو كان حصل تغيير فالتغيير ده ملوش دعوه بالبوابه التقيه خالص، بفكره التاريخ. والبوابات التقيه لا تفتح في تاريخ مميز، البوابات التقيه لا تفتح في تاريخ مميز، يعني مش لازم تبقى 10 10 4 4 3 3 2 2، ما فيش كده يا جماعه، ما فيش كده خالص خالص. فارجوكم ارجوكم حاول قوي زي ما بتنظف اكلك وتدور على الاكل النظيف اللي تدخله جواك، نظف دماغك ودور على المعلومة النظيفة اللي تفهمها وتدخلها عقلك. أمانة، من باب الأمانة اللي بتحتم علينا أنا أقول لك الحقيقة والصراحة، 85% بل أكثر من المعلومات اللي بتقروها أو تسمعوها أو تعرفوها عن الطاقة اللي موجودة على الإنترنت باطلة وغير حقيقية، باطلة وغير حقيقية. هو أنا ليه لما بعمل جلسة وبنعمل فقرة بقول للناس كل اللي جرب أو نفذ يدخل يقول للناس ويشجع غيره؟ ليه لما بيكون حد من الناس شاف نتيجة كورس أقول له طب خلاص اعمل حلقة أو اعمل فقرة أو اعمل منشور أو بوست احكي للناس عشان توضح لغيرك؟ عشان خاطر إن كل اختلط عليه الأمر، الباطل مع الصح مع الغلط مع فوق مع تحت مع شمال مع يمين. فلازم إنك أنت توضح انه الشيء الحقيقي هنا تأثيره حقيقي واضح هنا، لكن لو مفيش تأثير يبقى الشيء ده غير حقيقي حتى لو كان صح. لو مفيش تأثير يبقى الشيء ده غير حقيقي. لو انت رايح تاخد دواء او علاج لوجع او لألم، ربنا يحفظنا جميعا، لو انت الألم ده ما راحش يبقى الدواء ده كان خطأ دغري وصراحة كده، لكن لو الألم راح يبقى الدواء ده صحيح. انت الآن انا اقول لك، انت بتراجع وبتنفذ وبتشوف برامج كتير جدا، كل برنامج او كل فكرة او كل قانون انت نفذته وما خدتش نتيجته هو باطل، حتى لو كان سواح اللي بيكلمك دلوقتي هو اللي قالك القانون ده. يعني لو انا جيت قلت لك او عملت لك جلسة او اديتك كورس او اديتك برنامج وانت نفذته وما خدتش الفايدة والاستفادة وضحت وظهرت في حياتك هو باطل. فالبوابة الفلكية العنوان اللي انا عامله لك هتغير الغني، هتخلي الفقير غني والغني فقير، اقصد بيها اللي الناس فاكراه، الناس مستنيه حاجه في تاريخ معين في وقت معين هتصحح حياته وتغير حياته، مستني دايما من بره، مستني دايما من الخارج، في حين انه البدايه دايما جواك، البدايه دايما عندك، البدايه دايما انك انت تقرر. لما بدانا سلسله هدم الموروثات الناس بدات تهاجم، انت ازاي انت بتهدم انت بتحطم. لما بدأنا نوضح حقائق نلاقي ناس تانية برضو ممكن تكون قصدة انها تهاجم، او ناس مسلطاها انها تهاجم، انت لا انت غلطان في كذا انت غلطان في كذا. انا صدقني هو عهد عليا ما هكلمك غير في الحقيقة، ما هكلمك غير في الصح. وهدم الموروثات مش هيكون خاص بهدم موروثات المعتقد ولا الدين ولا ده ولا ده ولا ده، هدم الموروثات حتى في العلم اللي احنا بندرسه بناء عليه. هدم الموروث وتحطيم الاصنام مهما كان على اليوتيوب هيكون بشكل جزئي مش بالشكل الكامل الواضح. وبناء على كده عملنا برنامج اللي هو الميلاد الجديد، ممكن تكون اول نبذه اتكلمنا عنه كانت امبارح. الميلاد الجديد ده برنامج تفاعلي، يعني مش برنامج مسجل تاخده في كورس وخلاص، لا تفاعلي، يعني بنكون مستمرين معاك
بنعيش مع بعض فترة، بنعيش مع بعض مش في مكان واحد، لا كل واحد في بلده وكل واحد في دولته، لكن متابعين بعض، بنساعد بعض، بندعم بعض. المجموعة اللي هي في الميلاد الجديد نغير فيه الشخصية، نغير فيه الوعي، نغير فيه الشكل، نغير فيه، نعمل تغيير صحي اجتماعي مالي. يعني اللي بيدخل برنامج الميلاد الجديد وهو ألف يخرج مثلا باء، يخرج متغير تماما، يدخل بشكل وبوضع مالي وصحي واجتماعي وذهني وعنده وعي بدرجة معينة، ثقافته بشكل معين، نظامه بشكل معين، يخرج كل ده مختلف في زيادة ووفرة من كل شيء. هذه الممارسات للعمق للزيرو، تغيير أفكار بشكل كامل، تصحيح مسار 100%. لكن زي ما قلت مش هينفع يبقى مطروح على، يعني مش هينفع ان احنا نعمل البرنامج ده كده اونلاين على اليوتيوب نتكلم وهكذا. ده هيكون منتقى لمجموعه نقدر ان احنا نبدا معاها اول موسم لبرنامج الميلاد الجديد. ما تنساش البوابه الطاقيه اللي هتغير وتخلي الفقير غني والغني فقير هي جواك. لو انت اشتغلت على نفسك هتحول حياتك من الفقر للغنى، ولو انت غني وسبت نفسك واستمريت في الوقوع هتتحول من غني لفقير. البوابة الطاقية هي نفسك، وبكرة هو انت وبتاعك انت، واللي فات امبارح كان يخصك انت، والنهاردة انت عايشه بذاتك بوعيك سواء كان محدود او غير محدود، وبفكرك سواء كان صح او غير صحيح. مش هطول عليك، العشر دقايق دول هيوفروا عليك كتير قوي انك تعمل تأملات في تواريخ معينة، وتلاقي الكل بينادي الجمعية جت فيها فراخ أو تأمل 10/10. نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.